بفقرتنا التالية لمشكلة اجتماعية حاضرة بمجتمعاتنا وانعكاسات أحيانا مسيئة بحق الأسرة وهو الطلاق. قبل ما نرحب بضيفتنا رنا حداد المعالجة الاجتماعية، خلينا نشوف نحن هالتقرير اللي حضرنا لكم اياه ونرجع نغوص بموضوعنا. الطلاق تجربة قاسية ومريرة للوالدين لأنه يعني إنهاء العلاقة الزوجية، وما يؤسفنا فعلاً أن آثار الطلاق على الأطفال عادة لا تؤخذ في الحسبان، فيعتقد أنهم سيقبلون بالأمر الواقع دون التفكير في مشاعرهم. في الواقع إن أثر انفصال الوالدين صعب وقاس جدا مهما بلغ عمر الطفل، خصوصا إذا كان هنالك الكثير من الشد والجذب خلال الفترة التي تسبق الطلاق. وخلافاً للبالغين فالانفصال يؤثر في الأطفال بكل مرحلة من مراحل حياتهم، وحقيقة أن يصبح أحد الوالدين غائباً هي حقيقة لا تنسى بسهولة. ردات فعل الطفل تعتمد على عمره ومدى استيعابه والظروف التي صاحبت الانفصال، ولكن عادة ما تواجه الطفل مشكلات سلوكية، أكاديمية، انفعالية واجتماعية تؤثر على كل سمات الشخصية، ولذلك لابد من التعاطي بدراية مع الأطفال ومحاولة حمايتهم من التعرض إلى صعوبات يمكن أن تكون طويلة المدى وتؤثر على مستقبلهم كله. I wish I could make it easy. Where are you going? Easy to love me. المعالجة النفسية رنا حداد، بنحييك، اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا ببيروت. بونجور. رنا، شفنا اكيد التقرير سوا، خبرينا قبل عن مشكلة الطلاق اللي عم تتفشى اليوم بشكل كثير كبير مجتمعاتنا العربية، وللأسف يمكن في بعض الأشخاص عم تتعود على الفكرة، يعني كنا قبل ما نحكي يمكن بس يصير في انفصال بين الأهل كان الأب والأم، هلا صار شغلة كثير طبيعية، ليش؟ هلا أكيد في كثير أسباب اوكي لحتى عم يوصلوا اكيد الشريكين للطلاق. اول شغله اللي كثير عن جد هي شائعه وفينا نحكي عنها هي الايماتوريتي اللي عم بتكون عند الشخصين، يعني بيوصلوا لمحل بيختاروا انه يتزوجوا يمكن هن منهم حاضرين لهيدا الدور اللي بدهم ياخذوه. بالنهايه الزواج هو مش بس هن ككوكل، بالنهايه بده يصير في عائله، بده يصير في مسؤوليه، واذا هي منا حاضره لل منا ناضجه يمكن كفايه منا ناضجه، ما في ماتوريتي هالقد كثير لحتى تقوم بهيدا الدور اللي هو الماترنيتي، تكون ام اكيد وهو كمان نفس الشيء. فهيدا من اول الاشياء اللي لازم بمحل معين ينشغل على الموضوع لنشوف قد ايه هي حاضره وقد ايه هو حاضر. يعني العمر بيلعب دور، الازواج يمكن اللي تزوجوا بعمر كثير مبكر يؤثر لاحقا يمكن على العلاقه بين الزوجين؟ نوعا ما ممكن يأثر، نوعا ما ممكن يأثر، وفي اشخاص هن بعمر اكبر وتزوجوا وكمان هن منهم ناضجين نفسيا ولا عاطفيا. فهون بدنا نشوف النضج مش بس من ناحيه العمر، العمر بيقدر يلعب دور بس مش بس العمر، بدنا نشوف قد هن ناضجين نفسيا وعاطفيا. طيب رنا، انعكاسات الطلاق هي طبعا بتاثر على كل الاسره، بس اكثر شيء بتاثر على الاطفال وخصوصا اذا كانوا بعمر صغير. شو هي الاسباب وكيف فينا نعالج يعني لحتى نوصل لمرحله ما بقى نشوف هالنسبه الطلاق الكبيره؟ هلا اكيد هون في عده نقاط طرحتيها حضرتك، بس اذا بدنا نحكي شوي عن العمر، هلا منه بس مرتكز على عمر الولد قد ما هو مرتكز على حاجاته لهالولد، على النمو العاطفي والنفسي اللي هو فيه، على على المرحله يلي هو فيها، وعلى اذا بدنا نقول المشاكل اللي عم بتصير بالبيت بين الاهل، شو نوعيه هالمشاكل، كيف الاهل كمان عم بيديروا هالموضوع، كيف عم بيساعدوا الولد لحتى هو كمان يساعد حاله. فكل هالنقاط بتلعب دورة، وأكيد هون إذا بدنا نحكي كعمر الولد الطلاق بالنهاية رح يأثر على الولد الصغير
وعلى مثل الكبير الراشد كمان. مزبوط، بس أكيد يمكن بيظهر الولد وجعه بطريقة مختلفة. إذا بناخد البيبي مثلا، البيبي من الأول يعني من الصفر للسنة إذا بدنا ناخد هيدا العمر، اللي هو مرحلة كتير دقيقة عند الولد، وكتير بحاجة بهالفترة لسيكوريتي ولأمان ولأهله يعطوه حاجاته العاطفية وحاجاته على عدة، مش بس العاطفية، من عدة جوانب. فكيف إذا كان هالولد عم بيعيش بهالمرحلة بجو فيه قلق، بجو فيه ستريس، بجو الأم ديجا هي منا مرتاحة، إذا عم تطلع فيه لهيدا البيبي وهي زعلانة، الولد عم بحس غير ما تكون هي عم تطلع فيه بحنان وبعطف وعم تعطيه هيدي العاطفة وهي من جوا مرتاحة. إذا عم بيشوف هالرجار تبعها هي عم تطلع فيه وهي زعلانة أو عم تبكي أو مكتئبة، هالولد شو رح يحلل؟ شو رح يفهم؟ رح يفهم هي زعلانة مني. غير العاطفة والحنان، يمكن غياب الأب غياب الأم بالبيت حيشكل علامات استفهام كتير كبير يمكن عند الولد انه وين هو، ما عاد محاط بهالعائلة اللي معود له. على كل حال رنا رح نتابع موضوعنا، ولكن قبل لكل اللي عم بيتابعونا، اذا عندهم اي حالة معينة، حالة طلاق يمكن، انفصال، ما عارفين كيف بخبروا الاولاد، لانه هيدي نقطة كثير اساسية نحكي فيها، يتواصلوا معنا من خلال الارقام رح تمر امامكم على الشاشة. هيك بنستقبل كل اتصالاتكم، وبشكل مباشر ممكن تطرحوا اسئلتكم على المعالجة النفسية رنا حداد، لنقدر نتخطى هالمشكلة بطريقة كثير سليمة وما تأثر على الاولاد، مثل ما عم نشوف الارقام امامنا على الشاشة ونحن بانتظار اتصالاتكم. رنا، رح يصير في طلاق، خلص الأهل اتفقوا وهذا الشيء رح يصير، كيف ممكن نخبر هالولد انه رح نفترق، يعني كأهل رح يفترقوا؟ هاي الطريقة كتير مهمة، وكيف هن عم بيتعاملوا مع الوضع هيدا كتير مهم. أول شيء كتير مهم يفهموه للولد شو عم بيصير، ما يخبوا عليه، يعني الأمور تكون واضحة، لأنه كل ما كانت واضحة من دون أكيد ما يدخلوه بالتفاصيل الدقيقة، بس يوضحوا له شو عم بيصير، لأنه كل ما كانت الأمور واضحة بالنسبة له، كل ما وصل لمحل أنه يتقبل الوضع، يتقبل الحقيقة بطريقة أسرع وأسهل. لازم يكون كمان يحسسوا لهالولد أنه نحن بمحل معين جوزنا وحبينا بعض، ومن هيك أنت خلقت، يعني يشلول شوي، يعني بتعرفي الولد هون بحس بالسبب، أكيد بحس حاله هو السبب، ويحسسوا أنه حتى لو نحن كنا عم نتخانق ويمكن شي مرة حكينا عنك أو سميناك، نحن مش أنت السبب اللي عم بخلينا نحن نطلق أو نفترق، نحن وصلنا لمحل حبينا بعض، ومن هيك لأنه حبينا بعض أنت ثمرت حبنا يعني بالنهاية، بس وصلنا لمحل ما بقى عم نتفق مع بعض. بالحياة بتصير، بس هذا الموضوع ما له علاقة بعلاقتنا معك، نحن رح نضل أهلك ونحن هون موجودين ورح نضل نحبك. ولازم يكون إذا صار في مثلا مشكلة خيانة بين الزوجين، وهون تعفق الوضع أكيد ديجا في صدمة عند الشخصين، فأكيد الموضوع رح يكون كتير تروماتيزان للولد، أكيد ما يفوتوه ما يدخلوه بالتفاصيل، يعطوه دي جنراليتي، يكون ضلهم بجنراليتي ويقولوا له بمحل معين أنه ما عم نتفق بقى. يعني هون المقصود الأم ما تحط الملامة على الأب، هيدا نقطة كتير مهمة، هيك صار، أو حتى نفس الشيء الأب ما يحط الملامة كمان على الأم، صح، لأنه هون عندهم هيدي التندانس. كل ما كان الديسكور بعيد عن اللوم وبعيد عن الأجريسيفيتي اللي بدنا نزتها على الشريك الثاني، كل ما ساعدنا الولد انه يتقبل الحقيقه اكثر ويكون عند ديسكور كوما، يعني اثنيناتهم متفقين على ديسكور واحد يحكوه اثنيناتهم مع بعض، لازم يحكوا الولد، صحيح، يكونوا متواجدين، يعني وقت ما نحكي الولد الام والاب يكونوا حاضرين. مزبوط. رنا رح ناخذ اتصال مباشره على الهواء. مساء الخير. الو الو مساء الخير، تفضلي مدام. سوري بس بدي كنت احكي مع البسيكولوج بخصوص الطلاق، اذا حدا عنده عمر 12 سنه. نعم. والحال البنت ضايعه، يعني عندها حاله خوف، ما بتسترجي تاخذ قرار مع مين بدها تكون، يعني اذا بدك ما بتسترجي تاخذ قرار قدام بيا انه هي بدها تكون مع امها، شو بهالحاله شو ما معقول نعمل؟ اوكي، شكرا لاتصالك، بس ارجع افهم من الرجيه عن الحاله. اوكي،
المدام الست اللي عم تتواصل معنا عم تحكينا عن حالة بنت عمرها 12 سنة، أهلها بدهم ينفصلوا، بدهم يطلقوا، وضايعة هي إذا بتختار تعيش مع أمها ولا مع الأب. إنه أثر كثير الطلاق عليها، كيف لازم يتصرفوا مع هالبنت اللي عمرها صغير يعني 12 سنة؟ أوكي، هلا أكيد هون هي كمراهقة خاصة هون كنا نحكي شوي عن التأثير عليها. عادة المراهق بيتأثر أول شيء بخاف كثير إنه عم بيخسر الأمان، كثير عنده خوف إنه يخسر هالأمان يلي هو بمحل معين، حتى لو أهله كانوا عم بيتخانقوا بس بمحل معين هن اثنيناتهم الموجودين، بصير كثير يفكر كمان بالمستقبل هون بالأدوليسانس. فهون كثير مهم بدنا نشوف ليه ضايعه، اكيد في كربابيليتي عم بتحسها هالبنت، يعني بمحل انا اذا اخترت تكون مع بيي بدها تزعل امي، واذا بدي اكون مع امي بده يزعل بيي. فهون المفروض يكونوا ثلاثتهم مجموعين ويحكوا بالموضوع. هلا بدنا نشوف اكيد بالاساس العلاقه بالام والبي كيف على شو مبنيه، وهلا بالوقت الحالي على شو مبنيه، لان اذا هن منهم متفقين وفي لوم من الجهتين كمان هيدا الشيء رح يكون اصعب على البنت انها تختار، يعني حسسوها الجهتين انه نحن راضيين بقرارها شو ما كان. ها هي يحسسوها قد ايه هن بحبوها، حتى لو شو ما اختارت هي رح تضل تشوفها والبي رح يضل يشوفها، بس هيدا اختيار هي خاص فيها وهي شو عبالها، يعني لانه في كولبابيليتي اكيد عم بتخليها كثير كبيره وذنب كثير يعني. اكيد ذنب كثير كبير عم بتعيشه وخايفه، يعني بمحل معين اذا اخترت امي يمكن بيي ما بقى يحبني، اذا اخترت بيي امي ما بقى تحبني، فاثنيناتهم يجتمعوا مع ويكون الحوار كثير صريح وحسسوها انه اختيارك ما رح ياثر على حتى لو بعد الطلاق بنشوف الازواج ما بيتحملوا بعض، ما بيتحملوا يشوفوا بعض، يمكن سبب الطلاق شكل أزمة يعني عند الاثنين، بس منضحي كرمال الولد وما نحسسه أنه في هالكراهية، يمكن لأنه بتصير بين الكابلز. يعني لازم يكون في وعي أكثر عند الأهل، ولازم يفكروا بأولادهم أكثر ما عم بفكروا بحالهم، ما يكونوا ضحية الأولاد، ما يكونوا ضحية، لأنه يمكن هن عم بحطوا كمان البنت أو الصبي تحت أنه تأثير يمكن أنه لا بدك تكون معي ما بدك تكون مع بيك، كان هذا الشيء كمان عم بيأثر سلبيا على الولد. صح، والمشكلة أنه عم بيستعملوا بعض الأهل عم بيستعملوا الولد، عم بيستخدموا الولد كوسيلة للانتقام من الآخر. وهون المشكلة الكتير كبيرة. ليه؟ لأنه بالأساس إن كان الأم أو البي هن ما تخطوا المرحلة يلي هن فيها، هن ما عم بيقدروا يتخطوا هيدا داي بالنهاية. كمان وقت نحكي عن خسارة في حداد، والحداد بحاجة لوقت، لنعرف بالحداد في الدني، في بعد في كولبابيليتي، في ديبريسيون، كل هول بيمرق الإنسان. فإذا الأم هي بحالة ديبريسيون يمكن عم بتعيشها، أو بحالة ما بدنا نقول ديبريسيون، بحالة عم بتعيشها بعد ما تخطت الحداد، كيف بدنا نطلب من الولد إنه يتخطيه؟ مظبوط. فهون أكيد بنصح كل أهل عن جد، الأم أو البي اللي هن منن قادرين يفصلوا ما بين هن كعلاقتهم ببعض، أنا علاقتهم الشخصية، علاقتهم الشخصية من إنه هن علاقتهم مع الولد، أكيد يلتجئوا لترابوت، لأنه إذا ضلت هالحالة رح تضلوا بسات فيسيو، والولد رح يضل غاطس أكثر وأكثر، رح يحس بذنب أكثر وأكثر، وهيدا اللوم بعد عم بيعيشه أكثر وأكثر، ورح يشكل له مشاكل نفسية. حتى لو ما حسسني للولد إنه ضحية، يعني بمحل معين يمكن لنقهر الأب بناخذ الولد لعنا بطريقة معينة، بتعرف المشاكل ممكن تصير. أكيد. الولد حيصير ضايع، أنا مع مين؟ أنا طبعاً. وين؟ طبعاً طبعاً من دون ما نكون قاصدين، فهيدا الشيء حيأثر عليه. أكيد، لأنه هي إيموسيون عم تطلع، مثل ما قلتي ما بيكونوا قاصدين، وهن بيكونوا عم بيقولوا لك ما نحن عم نجرب نعمل الماكسيموم، بس هن هي الإيموسيون النيجاتيف اللي عم تطلع، الأجريسيفيتي الداخلية يلي عم تطلع، هن منهم داركين قد إيه هي عم تأذي، وهي آفات لأنه هن مجروحين، وهي هالجرح هيدا لازم يشتغلوا عليه لحتى يتخطوه كرمال يقدروا يساعدوا الولد، وقال له ما فيهم يساعدوه. طيب رنا، سؤال، انت باي حاله بتفضلي عدم الطلاق؟ يعني بتجي بتحكي مع الام بتقولي لها ما تستسلمي هلا، اعطيه بعد شانس لهالزواج، بتجي بتحكي مع الاب بتقولي له يعني كرمال الاولاد، باي حاله انت يعني بتفضلي عدم الطلاق والتجربه، بركي التجربه يعني يمكن بركي يرجعوا يتفقوا سوا ويحلوا مشاكلهم؟ اوكي، هلا اكيد لو وصلوا لمرحله هالاهل اختاروا الطلاق
يكونوا حاول. في كثير بيروحوا عند خوري، في كثير بيروحوا، في كثير بيروحوا عند ثيرابوت. فهون كل شخص اكيد بيختار الجهه يلي بده اياها. نحن كثيرابوت اكيد ما فينا اذا شخص اجى لعنا وقالنا انا بدي طلق اكيد انصحه اقول له لا فرصه ثانيه، بس اذا الشريكين هن عبالهم يعطوا شانس لحالهم لهالكوبل هيدا واثنيناتهم بدهم انه يبقوا مع بعض، مش واحد بده واحد ما بده، اكيد ننصحهم انه يعملوا انترابي دو كوبل لحتى يشتغلوا على اذا بدك. ما هن ليه عم يوصلوا لهون؟ لانه في نقاط ما عم بيقدروا يتواصلوا، يعني عم بحسوا ما في شيء بيجمعهم بقى. اوقات يمكن بدهم هالشخص اللي بوعيهم انه لا في عندهم باز، يعني في عندهم نهن تزوجوا على حب، يعني في عندهم يرجعوا للقصص الزواج، يعني اللي يمكن اوقات اذا انت بتقعدي معهم وبتوعيهم على الامور يلي هن اصلا متفقين عليها ممكن يمشي الحال، ما هيك؟ اكيد بده يصير في من قبلهم اثنيناتهم، يعني اذا اثنيناتهم بدهم يعالجوا الموضوع اكيد فيهم يشتغلوا على الموضوع. طب رنا، عندي سؤال، تاثير الطلاق على الولد، المشاكل النفسيه، مش بس يصير ولد، حتى بس يكبر كمان بالسن وبالعمر بيصير عنده هاجس وخوف انه معقول انا كمان بعلاقتي مع الشريكه او مع الزوجه رح تؤدي للفشل مثل ما صار مع اهلي، يعني عراشة تؤثر كيف على الولد، ما بقعد عنده ثقه يمكن بالمراه ام بالرجل، مشاكل كثير نفسيه ممكن يعاني منها. صح، هيدي الشغله مثل تحصيل حاصل للطلاق ولا لا؟ هلا اكيد التاثيرات ما في اكيد نحن ما فينا نقول على هالولد بده يصير هيك، يعني على الكل بده يصير هيك، بدنا نشتغل كباركا. عاده اذا بدنا ناخذ الولد قبل ما نوصل لهون، الولد عاده في بعض الاولاد بتلاقيهم بيصير عندهم حزن كثير، منهم بيقدروا يوصلوا للاكتئاب، منهم بيصير عندهم مشاكل كثير بالنوم، اوجاع بالجسم، دي تروب سيكوسوماتيك، منهم مشاكل بالمدرسه، مشاكل تعلميه، خوف، قلق، عندهم دائما عندهم هالرغبه انه اهلهم بيحلموا انه اهلهم يرجعوا لبعض. اذا بدنا نرجع وقتها يكبر هيدا الانسان، اكيد كل انسان عنده رده فعل مختلفه، بعض الاشخاص لانه الايماج دي كوبل بالنسبه لهم كانت مدهوره كثير، وخاصه انه ما انشغل عليها وكان موضوع ويمكن عانى كثير من صدمات هو صغير، شاف مشاكل كثير بالبيت، شاف فيولانس بالبيت، شاف يمكن البي كان كثير عنف بالبيت. مزبوط، يعني هولي ديجا سي تري تروماتيزون للولد، فاكيد هون بدنا نشوف الايماج دي بير بالنسبه له، صوره الاب للولد بالاساس، وصوره الام اللي هي بركي هي ضعيفه او العكس، يعني من هيك عم بقول كاباركا. فهل شخص بيقدر لانه عنده هالايماج دي كوب منا واضحه او منا يعني في ديستركسيون، فبالنسبه له بيقدر هالايماج دي كوب لانه قد ما هي منا ملائمه او منا مترابطه مع بعض اكيد ياثر، يكون عنده خوف انه يكون عنده علاقه مع الاخر او يفوت بعلاقات طويله، لانه بالنسبه له العلاقات الطويله رح تودي لزواج وانفصال. منهم لا بيعملوا رده فعل عكسيه لانه عانوا كثير من هالوضع بحياتهم، بصيروا لا عم بيختاروا يمكن انه عبالهم ستابيليتي وعبالهم اكيد يكونوا بعلاقه. هول الاشخاص بيكونوا انشغل عليهم صح من قبل الاهل ولا هيدا بيبقى كاركتر بالولد او بالشخص؟ هلا اكيد البيرسوناليتي او شخصيه الولد بتلعب دورها بالاضافه لقد ايه انشغل او قد ايه كيف كانت السيتياسيون حواليه، قد ايه انشغل على الموضوع، قد ايه كانوا الاهل عن جد وصلوه انه يساعدوه لحتى هو كمان يساعد حاله، كل الامور بتلعب دورها. كل رنا كمان في حالات معينه، يعني انا شخصيا بحس بس اسمع اثنين طلقوا، يعني حدا قريب علي مثلا لاقول طلق بقول انا خي واخيرا، انه كان لازم يطلقوا من زمان، لانه بتكون الحاله بالبيت يعني صريخ على طول وعم بيدخلوا الاولاد بمشاكلهم، يعني هون الطلاق يمكن كمان بأثر بطريقة حل يمكن أفضل حل يمكن للأولاد، لأن هالأولاد اللي عطول على مسمعهم كل هالمشاكل، هون الطلاق أحسن للأولاد. ببعض الأوقات فينا نقول إيه، لأنه إذا هالأهل كل يوم عم بيصير في شجار بيناتهم، عم بيصير في صدمات، صدمة ورا صدمة، صدمة ورا صدمة، هالولد عم بيعيش كل يوم صدمة
وخوف وقلق وحزن وكل الوقت بانسيكوريتي عدم امان عم بيعيشوا، حتى لو اهله اثنيناتهم البيت ما في عدم امان كثير كبير عم بيعيشوا. واذا بحاله ثانيه ما في شيء جار بيناتهم بس هن منهم متفقين وهن مبين هيدا الشيء انه في شيء منه مزبوط بيناتهم وهن مع بعض، لانه بالنسبه لهم كثير نسمع هيدا انه نحن بدنا نضل مع بعض بس كرمال الولد. طب الولد شو عم بحسس هون؟ اول شيء عم بحس هالولد انه عم بيسمع وعم بحس وعم بيشوف كل شيء بحس الولد لو عمره سنه، هيدا بدنا نتفق عليها. وشغله ثانيه رح يحسها انه انا من وراي اهلي بقيوا مع بعض ومن وراي هن منهم متفقين ومنهم مبسوطين، ما يعني هيدا ذنب، في عقدة ذنب كمان يمكن كمان في ذنب رح يعيشه. فببعض الاوقات اكيد اكيد والطريق هو مش الطلاق هو المأذي، هو الطريقه يلي عم بيختاروا انه يعملوا هالسيباراسيون، كيف باي طريقه باي قصص على اي اساس عم بيصير في طلاق، وباي طريقه عم بيوصلوا انه يوصلوها للولد ويساعدوه. رنا، نقطه كمان كثير اساسيه ذكرتيها هي على اي اساس ممكن يصير هذا الطلاق. الطلاق صار، بس عاده بتشوفي الاهل الام ام الاب بيجتمعوا بالمناسبات الخاصه، بس يكون في يمكن احتفال بالمدرسه بتلاقيهم مجتمعين مع بعض حاضرين بس لخدمه الولد او ليكونوا حاضرين للولد. طب بالايام العاديه ما الولد بيشتاق كمان يشوف الام والاب مع بعض، يمكن عم بيتغدوا سوا، مجتمعين مع بعض، ظاهرين سوا، نشاطات مع بعض. قد ايه بتنصحي بهذا الشيء ما يكون في بعض بين الام والاب يكونوا كثير قراب حتى بالايام العاديه مش بس بالمناسبات الخاصه؟ لازم يوصلوا لمحل يخلوه للولد يحس انه هن منهم مع بعض بقى، لانه الولد كل حياته رح يضل عم بيحلم انه اهله يرجعوا لبعض. واذا هن كانوا هالقد قراب من بعض ما هو ما عم بيعرف شو عم بيصير، ما انتوا قلتوا لي ما بقى مع بعض، كيف انا عم بشوفكم مع بعض وبتروحوا وبتجوا معي وبنقعد سوا؟ كثير مهم يكونوا هن الرابط الاساسي بيناتهم هو الولد، وهيدا الشيء لازم يفهمه. يعني كل شيء له علاقه بالولد لازم يكونوا هن اثنيناتهم متفقين عليه، مثل ما قلتي حضرتك انه بالمدرسه مثلا حفله للولد يكونوا اكيد اثنيناتهم موجودين، بس مش انه الولد على باله انه يكونوا اثنيناتهم موجودين ويطلعوا يروحوا على مطعم، لانه هيك ما الولد هون عم بيضيعوه اكثر، عم بيضيعوه اكثر واكثر. فيكون تكون الامور ثابته اكثر لما يدخلوه بعد بهالحلقه يعني مزبوط، وانه يضل عم بيحلم بهيدي النقطه وبالنهايه ما رح تصير. ناخذ اتصال من الجزائر مع اميره. مسيكي بالخير اميره. مساء الخير يا اميره، تفضلي. مساء الخير. الو، تفضلي أميرة، عم نسمعك. انقطع الاتصال. سو هيدي نقطة كثير مهمة لازم كنا نحكي فيها، إنه مش دائما نكون متواجدين مع بعض، لأنه هذا الشيء حيضيع كمان الولد، إنه شو عم بيصير مع أساس طلقوا كيف هن مزبوط مع بعض. يكونوا واضحين كثير مع الولد ويحسسوه إنه يقولوا له إياهم. البارال هي كل شيء، هي الحل، هي مفتاح لكل شيء. يقولوا له إنه نحن بنعرف إنه أنت على بالك إنه نحن نرجع لبعض ونحن نكون مع بعض، وهذا الشيء كثير طبيعي، بس نحن مالنا متفقين. ونرجع للي قلته من قبل شوي، حسسوه انه انت منك السبب، نحن رح نضل اهلك بس نحن مع بعض منا بقى زوجين، بس نحن بعدنا اهلك. فهيدا الموضوع، لانه رح يضل عايش بفانتازم كل حياته. صح، اذا ضلن اذا ما كنت الامور كلار واضحه. رنا، بتنصح انه شخص مثلا مقرب من العائله او حدا بالمدرسه يتدخل بموضوع الطلاق، بركي يحكي مع الولد اكثر، انه هو يفسر له اكثر انه شو عم بيصير بالبيت، بركي هو اذا شخص بحب الطفل وبيرتاح له. هلا عاده البسيكولوج بالمدرسه بيقدر يلعب هيدا الدور، خاصه بالمدرسه طبعا بهالحاله هيدي بيصير في كثير تغيرات عنده هالولد. هلا بكل المدارس صار فيه ما هي؟ اكيد طبعا طبعا، يعني باغلبيه المدارس ما بدنا نجمل لانه في بعض المدارس لا، بس باغلبيه المدارس صار في اكيد بسيكولوج، وبدنا نشوف هو قد ايه بده. يعني نساله هل بدك على بالك انه حدا يحكي معك، على بالك تحكي مع حدا، بركي هيدا الشيء بيريحك، لانه البارال بتساعده كثير.